السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة لايف 24. شكرا لكم للانضمام، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتضغطوا على زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والله علي لا في شيء، ما في طموحات. ما في طموحات؟ ما في طموحات، البلد دام مطمنة. والله هسي اقول لك حاجة، في صاحبنا قدرنا كذا خطب جنن الناس اللي قدرنا الشت، عشان كذا ناس جنين. عندنا في قبيلتنا دي تتزوج يا قتلتك يا قتلتك. انت تفكر تعرج ثاني، بس يا قتلتك يا قتلتك. انا صغار ديني ايش لسه عندنا 20 سنه لقدام. لا لا 20 سنه كثيره كمان يا ايتي. اسمي منو انا؟ اسمك ادم. السلام عليكم. وعليكم السلام. متعرف بك؟ عثمان. اهلا بك يا عثمان. عثمان، طموحاتك المستقبليه لحياتك الزوجيه شنو؟ والله علي لا في شيء، ما في طموحات. ما في طموحات؟ ما في طموحات، البلد دام مطمنه. نهايه طب برك من نفسك كده ما عندك؟ والله يا هو الا كان اشوف طريقه اللي ما بقرش غير كده، انا في حاجه ما شلت من القروش حتى بعدين. اي حتى من بعدين نفكر، وكل اللي جيت ما جايتنا تسافر هدارس؟ لما نلف ونجي. لو ما لفيت ما حد تبدا في نهاية، ما دار اتورط نهاية. منو قال لك ورطة؟ ها؟ انا شفتها. شفتها؟ اتزوجت قبل كده ولا؟ لا 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 ما هي شفتها لي، بعرف ناس متزوجين. ايه حكوا لك وكذا؟ لا شفتها بعيني. عرفت يعني متورط وكذا؟ عشان كذا ما فكرت. لا للنهاية. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف بك؟ محمد آدم. أهلا بك يا محمد. محمد، طموحاتك المستقبلية لحياتك الزوجية شنو؟ والله عندي طموحات كثيرة، لكن البنت الحلال ما بتستاهل. تستاهل؟ طب طموحاتك شنو؟ لا عندي طموحات كثيرة زي يعني أجيبها أتونس معاها ده براها. اسمها الطموح والله ما طموح ثاني. لا بيت كويس، لكن المشكلة في بنت الحلال ما تستاهل ده؟ ليه؟ والله هسي أقول لك حاجة، في صاحبنا قدرنا كذا خطب جنن الناس اللي قدرنا الشت، عشان كذا ناس جنين. عشان كذا عايز تعرف؟ أي عايز تعيش الدور بس؟ أي ضامن عندك مرة وكذا بس شفتي. لكن ما عايز ما عايز ما عايز البعده، بس يعني عايز تعرسه وتكشر بها وكذا. بس أتحدى صاحبي ده بس. أي كسر إنه ذاته يعني طوال قام قال شجعكم عشان ايوه شجعنا هي. الله يديك مره. امين يا رب. تسلم. يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بك؟ الغالي زي بدين. اهلا بك يا الغالي. الغالي، طموحاتك المستقبليه لحياتك الزوجيه شنو؟ والله يجيب اطفال وربيهم كويس، وواحد يستقر وكذا بس. ايوه. عندك طموحات انك تسافر وحاجات كذا؟ ما في اي طموحات، البلد دي ما خلت لنا اي حاجه. اي والله. والله بس دي جنة. تتزوج وتكون قاعد بس، شغال ماكل شارب ماكل عيالك، ثاني ما في اي شيء. ما في اي شيء. بس متزوج. بس الله ربنا يخليك. وعندنا في قبيلتنا دي تتزوج يا قتلتك يا قتلتك. انت تفكر تعرج ثاني. بس يا قتلتك يا قتلتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. تعرف بك؟ مصطفى عادم. أهلا بك يا مصطفى. مصطفى، طموحاتك المستقبلية لحياتك الزوجية شنو؟ ما كهية زوجية كده عاد لسه ما فكرنا فوقها، لكن طموحات لي قدام كده، طموحات كده شاء. لا لحياتك الزوجية مع المرة ما فكرت؟ لا 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 مرة دورة فكرنا فوقها. ليه؟ لا لا لسه أنا صغار ديني إيش لسه عندنا 20 سنة لقدام. لا لا 20 سنة كثيرة كمان يا إيتي. كم؟ 10 سنة 11 سنة كده. كثيرة ما كثيرة كثيرة كيف؟ وهذا انتظر ده كله؟ البنت ما بتنتظر؟ عندنا انجازات عندنا طموحات لازم نحققها، وقدك نارس رزق حتينا اخر واحد عرفتي؟ بس هاي عافية درجات. هلا عافية درجات ان شاء الله. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بك؟ اسمي منو انا؟ اسمك ادم. لا لا ادم ما ادم، محمد سليمان. اسمك ما عايز تقوله؟ لا لا قلت يا. طب يا ادم او يا محمد سليمان؟ لا محمد سليمان. محمد سليمان. طموحاتك المستقبليه لحياتك الزوجيه شنو؟
تعالى. في الزواج؟ لا لا في الزواج ده لا لا والله. ما فكرت يعني مسافر ولا بس السفر دي يعني قاعد. لا بعد تزوج لكن. لا لا زواج ده لا لا. ما في؟ ما في. ما تزوج كله كله؟ لا لا. طب ربنا قالك من نصف دينك رسم؟ اصلا لكن بعد ما اكلمك. كمل الاول؟ لا لا. ما لسه صغير هذا. بعد ما استمتع كده يعني. ايوه انت ايش حياتك حتى بعدين تعرف. آه. طب ما فكرت يعني تاني ما بتجيك شيطان كده يقول لك لا لا عارس عارس؟ يعني لو جاني الا افكر فيك انت. شكرا لك. السلام عليكم. السلام. دار ربيك؟ عبودي. منك يا عبودي؟ عبودي طموحاتك المستقبليه حياتك الزوجيه شو؟ لا 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 ما في ما في ما في حديد. ليه؟ لا تقولي شنو ما بيت حلال زمان. ما بيت الحلال. ليه؟ ترى الواحد يزداد انه الواحد تلقاه وده تتكلم تشاغله كيف زاد الله اعلم. ما تشاغل امشي بالباب عادين كذا وطالب في طموحاتك. لا بالباب ده صعبة ما الاقوى يكون كرجة قدوك ساعة بشكل. لا انت ما جيت بالباب ما لك خير. لا بالباب ده هناك ابوك كلهم قافلين احتمال. هناك بحالات محجوزين يعني مثلا في الشارع برضو يعني فتش دول ايه هذا طموحاتك شنو؟ من اني اسافر لو بس تسافر برا مع بس لا انا ما مرة اسافر برا مع بعض حياتك الزوجية يعني انت كزوج عايز طموحاتك شنو؟ ايه ان انا امشي مثلا اسافر برا واي اسوقهم كلهم كذا عايز لا تضبط الوضع هناك ما هنا ما هنا نهاية ما هنا نهاية دي كلهم جنسية هناك تسافر برا طار خليك سلام شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة لايف 24 شكرا لكم الانضمام لا تنسوا تعملوا لايك وشير وتضغطوا على زر الجرس عشان نسألكم كل جديد.